زي الحواجز الطرق النهارده والاسفلت تزهق الارواح المصريه عليه. اليوم حضرتك حادثه في اسوان، في اعتقد اسيوط، يعني 27 ما بين وفيات وجرحى، ثلاث جثث و24 مصاب، وللاسف الشديد معظمهم اطفال. للاسف الشديد اطفال. شوف عمر اعمار 10 اعوام و10 و10 اعوام و8 اعوام و11 عام و12 عام و7 اعوام و11 و15 عام و8 و4 اطفال مجهولين الهويه، لا يزال حتى الوقت الحالي للاسف الشديد هذا النظام الكذاب الكذوب اللي اهدر اموال المصريين في طرق وكباري، والنهارده لا يستفيد من المصريين على الاطلاق. تعرف سعادتك الميزانيه المصريه بيقولوا انفقوا كام على الطرق والكباري؟ 84 مليار دولار حسب ارقامهم. حسب الارقام المعلنه الطرق والكباري وصلت 27 مليار جنيه السنه دي. انت بتتكلم في اموال بتهدر، مليارات بتهدر على طرق وكباري، ومصر تتصدر العالم ايضا في وفيات وضحايا الطرق. انت متخيل حسابي تقول ايه؟ احنا في 2021 اللي فات ده مات 7101 7101 ماتوا على الاسفلت ضحايا الحوادث. قبلها حضرتك في السنه اللي هي كانت 2020 6164 حاله وفاه في الحوادث على الاسفلت. السنه دي 2022 اللي فاتت دي لسه حتى لا نقول لنا في 5000 حادثه، لم يطلع بيان حتى اليوم يقول لنا كام اللي حصل. انما قياسا على اللي فات سواء 6400 او 7100. انت متخيل 7100 مصري يموتوا سنويا على الطريق؟ ويقول لك صرفت 84 مليار دولار على الطرق والكباري والمحاور. بالله عليك، ده دول ناس بيراعوا حرمه الحياه. لما تنزل من بيتك رايح شغلك، ولا دول اطفال دول اللي رايحين مدارسهم يرجعوا في جثث في كفن؟ شيء محزن، ارقام محزنه. العمليات الارهابيه طول عمرها اللي في مصر على مدار 10 سنين ما عملوش 320 350 ضحيه. نرى تتكلم في هذه الحوادث، الارهاب الحقيقي الان في هذا الاهمال على الطرق. الارهاب الحقيقي الان الذي في هذا الاهمال الدوله اللي يوصل ان انا يموت لي على اسفلت 7100 مصري كل سنه. شيء محزن جدا جدا، خاصه في الحادث النهارده اللي احنا شفناه وسمعناه للاطفال. احمد اكيد تابعت الحادث وشفناه بكل اسى. نفسي افهم بقى الفلوس دي، المليارات دي بتبث فين؟ والمحاور بيتحط بيها بنزين، بيتحط بيها اسفلت وحديد وكده. ما انت عارف ان طبعا ان في هيئه، حضرتك عارف انه في، عشان بس الحكايه دي لازم المواطنين يعرفوها، عشان برضه انا كنت كده ايه مهتم بحكايه اشارات المرور وانت حضرتك عارف انه اللي بيعمل الطريق ملوش علاقه خالص لا من قريب ولا من بعيد في الاداره المصريه الحاليه والادارات السابقه ويمكن اللي جاي كمان. حضرتك بتسلم الطريق خلاص، اللي يقول يحط لك يافطه مثلا انه الدخول اليمين ممنوع، ده مين؟ ده المرور؟ لا، ده المحافظه. ايوه، ما في اداره كل محافظه فيها اداره مرور رئيسية وسلامه. الهيئه دي بقى بميزانيه المحافظه، عشان كده حضرتك تمشي في محافظات تلاقي طول ما انت ماشي في يفط وفي ارشادات وتهدي امتى وتعمل امتى، وفي محافظات تمشي فيها ما فيهاش الكلام ده خالص. فحتى منطق الاشياء في انك بتعمل طرق لا، عشان كده المفروض ان وزاره النقل المصريه هي اللي تطلع التقارير بتاعه عدد الحوادث، لان واحده من الحاجات الاساسيه المهندسين لما بييجوا يبنوا اي حاجه، خصوصا لما تبقى مشروعات كبيره زي بتريليونات الجنيهات، يعني المفروض يا استاذ احمد بيعملوا حاجه، بيشتغلوا على حاجه اسمها كود. يعني المبنى ده مبنى مبني بكود، له طريقه معينه في البناء وكل تفصيله موجوده. الكود ده زي كده الكتالوج بتاع ازاي بنبني طريق هيوصل دائري مثلا، فبنعمل 1 2 3 4. واحده من الاساسيات بتاعت الاكواد في كل الطرق العالميه هي اجراءات السلامه في الطرق العالميه. نعم.
المسؤول عن البنى هو المفروض المسؤول عن اجراءات السلام، لكنه في مصر يقبض فلوس بس، يعمل مشروعات بس، يعمل لكن اجراءات السلامه اللي هي واحده من الحاجات الاساسيه اللي بتمشي مع اي مركبه بيمشي فيها بتتعامل معاها الجمهور، هذه الدوله لا تعترف بهذا الموضوع. خلينا نضع ثلاث جهات امام مسؤوليتهم. الجهه الاولى هيئه الطرق التي تقوم بالاسفلت، دي فقط بالسفلت طبقه الاسفلت وشكرا. رقم اثنين بالنسبه لادارات المرور المسؤوله عن التراخيص والمسؤوله عن وضع هذه العلامات الموجوده. رقم ثلاثه اللي هي المحليات الموجوده في كل المحافظات. في النهايه يا احمد وزاره النقل او وزاره النمايه المحليه او وزاره الداخليه كتراخيص مسؤوله مسؤوليه كامله عن كل هذه الحوادث. صحيح يا استاذ احمد، ولن يعترفوا باي نوع من المسؤوليه عن هذه الحوادث. هذا امر خارج عن ادارتهم.